من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة في هذه الجلسة العامة الفاصلة والحاسمة بالنسبة لمجلس النواب والتقرير الخاص بالحكومة الجديدة في مصر. ماذا عن هذا اليوم وهذه الجلسة تحديدا؟ دعونا نرحب بسيادة النائب إيهاب الطماوي وهو وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الجلسة فاصلة اليوم وتحديدا جاءت بعد عمل متواصل وشاق ومستمر ما بين مجلس النواب والحكومة الجديدة بوزارتها المشكلة وأيضا بوزارتها المعنية بخصوص الشارع المصري. ماذا عن أهمية هذا اليوم؟ يعني الحقيقة النهاردة هي جلسة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معاني، جلسة بتتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مادة 146 اللي بتنص عن كيفية تشكيل الحكومات الجديدة، المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللي بتنظم إزاي يتم دراسة برنامج حكومة جديدة، اللجنة الخاصة المشكلة بقرار مجلس النواب لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، عملت على مدار ما يقرب من 60 ساعة، شارك في اجتماعات اللجنة الخاصة تقريبا كل أعضاء الحكومة المكلفة، كان في تجاوب واضح لمسناه من خلال تقرير اللجنة الخاصة للملاحظات التي تم إبداءها من السادة النواب أعضاء اللجنة الخاصة، وهم بيشكلوا تقريبا 25 لجنة نوعية في مجلس النواب بالإضافة لممثلي كافة الهيئات البرلمانية على مختلف اتجاهاتها السياسية بالإضافة إلى نواب معبرين عن المعارضة والمستقلين. يعني كان في تجاوب وعشان كده في نبرة تفاؤل لاستجابة الحكومة لملاحظات كثيرة وبداية من السادة النواب. أما ليه أنا بقول جلسة تاريخية؟ ده سبب تاني، لأني أنا شايف أن في سابقة برلمانية جديدة بتتم على مدار تاريخ مصر البرلماني وفي ظل دستور 2014 اللي بينص عن كيفية تشكيل الحكومات الجديدة وعرض برنامج ودراسته والتصويت على منح الثقة، كان في حكومة المهندس شريف إسماعيل وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى، واللجنة الخاصة عملت وكان بيحضر من الحكومة وزير المختص بالشؤون مجلس النواب وقتها، لأن ما كانش في الغرفة الثانية اللي هي مجلس الشيوخ. لكن هذه المرة في سابقة برلمانية جديدة تنم عن مستوى التطور في العلاقة بين سلطات الدولة المختلفة، وإن فعلا مؤسسات الدولة بتطبق مبدأ الفصل بين السلطات فصلا مرنا، رقابة متبادلة وتعاون مشترك. عشان كده أعضاء الحكومة المكلفة بالكامل تقريبا شاركوا في اجتماعات اللجنة الخاصة، وعشان كده هنشوف المنتج المعروض على الجلسة العامة النهاردة تقرير اللجنة الخاصة، أعتقد أنه التقرير يستحق التقدير والاحترام. يعني طيب سيادة النائب، يمكن في وسط الكلام كده حضرتك أشرت إلى إبداء بعض الملاحظات من اللجنة المشكلة الخاصة بمجلس النواب لبعض مهام الوزارات أو بعض البرامج الخاصة بكل وزارة. إيه أهم الملاحظات وتحديدا الملاحظات التي تخص المشاهد المصري في الشارع المصري؟ يعني يمكن السؤال هاخد منه الإجابة، ما يدور في ذهن أعضاء مجلس النواب على العموم واللجنة الخاصة هو تحقيق أمال وطموحات المصريين اللي بيعبروا عنهم. الحكومة المكلفة أيضا بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، زي ما وصف الدكتور مصطفى مدبولي، هي حكومة التحديات، فنواب الشعب يدركوا حجم التحديات اللي بتواجه الحكومة ويدركوا أيضا حجم الطموحات اللي المشاهدين أو المصريين عموما بيواجهوها، وعندهم طموحات وأمال قد إيه في الحكومة الجديدة ومستبشرين. يعني في ملاحظات خاصة؟ عشان كده كانت كل المناقشات والملاحظات اللي أبديت تتعلق بإزاي أوصل لمرحلة الرضا عند المواطن المصري رغم التحديات اللي بتواجهها الدولة، ولأسباب ليست داخلية فقط، يعني أسباب تعود إلى
تطورات عالمية بتحصل في المشهد العالمي، في المشهد الإقليمي، حروب ممكن وصفها بأنها حروب مؤثرة عالميا، يعني إن لم تكن عالمية فهي مؤثرة عالمية. مصر تؤثر وتتأثر بكل ما يدور في العالم، وهذا أمر طبيعي لأننا دولة في موقع استراتيجي ودولة لها دور هام واستراتيجي في المنطقة كلها. النائب إيهاب طماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.